7000 نقطة يا ولد تعود شي طلاق والله صدق يا اخوي خلاص يا عيال انا الشيخ هم نفذوا يعني هم اقل المفروض ما بيحطين نفسهم يحرموا حصانه علوي ابو جمهور يا ولد بهاش اللي نحرمه خلاص واضح بكره احد منا خلاص عيب الشيخ انا قصدي الخصم يا اخوي واجد لمو رسل محمد صار اللي برجع لمو رسل مور طيب مور طيب كلنا طيب. معكم جميعا بشروا مساعدكم انا يلا اجمع ايش تفعل ترى تعرف عليهم يحسبون ان هاي تلبة طمرك عبد الله بيشتري السبعه الدولار اللي وينك حنا على العيال يقوله قال لي قلت له ولد تمرق انا احسبني طامر انا احسبني قلت احسبني طامر معك قلت له موجودين صحت العيال قال لا غيرها قلت ايش غيرها قال الساعه 7:30 قلت تحت البث قلت ايش حصل قلت يمكن مشكله ولا شيء قالوا ايش حصل؟ قلت 7:30 وش اللي حصل؟ وش الورع اللي يقولون ورع يركب مدري وش؟ سويتها وتركتني. راحت. هاني حزنت. على الولد؟ هو مقطع مسرحية ولا مقطع فيديو؟ مسرحية هنا؟ لا فيديو كليب مباشر. سؤال كله. اليتيم فعلا؟ يتيم؟ يتيم المقطع؟ ايه جدا لو شاف بتيت. ورع صدق يتيم تحدث والله تبكي والله يعني غريبه ما لها اي شيء اذا نفس تفاعل عيال ما قصروا سووا شو خمسه يعيدون الشو على ايش فيك انت؟ لا تدري شو انا جاي احمد طلع للغرف قال ما هم موجودين خلاص ما لعبت انا احسب اني اقول وينك احنا العيال طيب قلت لها موجود يا محمد عيسى ما قلت لهم درس جالسين اللي رجعوا قال الصحيح انت ما ادري انا الشيء اللي سويته قلت ترى سويت كذا 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 يعني انا قبل مخطئ ما اعترف في خطا ما في مشكله بالعكس الاعتراف زين ما هو شيء ثاني مخطئ بالعكس ايه قال يعني ما تبي تعترف قلت له من اخطيت بعترف الحين اعترف على شيء ما سويته صدق والله لا عدلت يا اخرا صح خلاص رحنا يا رجل اوه يا ولد شاني ترى ما غرت تصفر هذا ما انت تصفير يا ولد تحرم بهاج من حصانه تحرم سعيد الشيري عبد الله السلام هذه علتها مفروض انا علتها يا ولد تدري حصانه هذه ايه مشكلتها الحين ما غير الخص خريط النقاط ما لها لزوم يا رجال كل الحصانه والشيخ هي اللي تستوجب ابراهيم بكره كما طلع واحد منا ما كان عبد الله بتشوف تمثيل وش نعم بس وين راح ذا اللي كان نيه لا 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 تجمع من الفقرات واحد يغيب عن الصلاه خمس صلوات يروح 5000 من انا طالع المستشفى 6000 ريال سويت 3 نقطه تطلع برصيدك نور طيبة أخوي عاشة لا طيبة بس أنا يا ولد سوينا شيء يا ولد ما عارف ما هو بزين إي بالله ها؟ ما عارف ما هو بزين حصل الله يعوضني على خسائري أبشر بشعر والله بالعوض أنت وين عوض يا أخوي أبشر وتبقى أنقض عطنا وأنا أقول صعب أنت وين عوض أوكي يا رجال مشان خلنا نحول رصيدك 20 20 نقطة والله ما راح ها؟ اني تعوض ان شاء الله والله انت ايش قلت في توكل لو تجمع العرب دي كلها على رزقك صح صح انتهى صح خليك على كلام بس والله اني اخطيت في حق نفسي ما علي حصل خير خليك سمع فوق واترك القاع نهدى القاع والله ما عاد معك سمع ذا الحين لا 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 مو طيب 7000 نقطة لازم لازم ينضبط الامور طيبة يا رجال يقول واحد ما نفسه يسولف يقول واحد ما نفسه يسولف بعد كذا تمغط لنا واي فجأة يدوم شغلهم كيف هذي لا طافي ولا تكبون الي وكان عندي علته اليوم الفقرات عندي مزدحمه انا يا احمد والله العظيم اني من دبلة سبتي ليش حقك يا ابو رحيم خلاص بس عملك اليوم كارثي ايش معنى كارثي اي كارثي والله العيال والله
وجعونا بخصمه مشهد. شفت من يعلمك الخصم النقاط؟ تخابلك كل اسبوع تصفر النقاط. حلو؟ حلو. بس يا اخي الحصانة الجمهور الشيخ الشيخة ما خلها ما لها لزوم اصلا. الحصانة الجمهور ليه؟ حصانة. ليه ليه؟ حصانة هي اللي زقها. شيء اللي يضغط الواحد. الحمد لله وش؟ والله خصم وخصم قوي. والله انا ما ادري غن غن بالاغنية. ما قلت لها اغني لك. ابي اجيك دقيقة. عاشق من دون رب. بروح اداريهم واجيك. انا من انا بمن يداريني عاد. روح روح. والله العظيم اني روح انا بقعد اسكيهم امي هنا لين تاتي. عشان تجي لي قدر مداري امضي. الله لو كان مني حزبة صوت وانتني فالحزن حصل حصل لي وحيوهي ما اشتاق عاشق الزمان اللي حصل لي ويتوايا من هجرت الله لها مشكلة هنكت يا زينها كل ما قلت بتزين أية تزي كل ما قلت بتزين تعال 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 والله مالك إلا ريان تعال تلف 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 ولا تلف على ريان خاطري داروه يا اللي تدارو ناري بكيت عيني منا دمع لدتنا طير داروها يتدار والله العظيم ايش في خاطري اعلمك انا حاجتين في خاطري ايش زين او شيء كيف اللوك لوكك بطل علمتك علمتك اليوم ليش في راسي في خاطري صد ايش هو؟ ودي اتشمت بس يا اخي يا اخي ما اقدر يا ولد انت شمت من خلقت عرفت كيف؟ بس حرام يا ولد والله حرام من تاتيك من تاتيك مهبة ما تدري يعني من هبة يعني لو تشمت علي بيزعلون تشتل ام 5000 طعم ثم تصكها بوجهك انا ما شفت انا انا مستحيل يجيني خصم كذا انا ماني بحي الله يعني أنا لو حلف الخصم الخفي متعدي 15000 والله هذا الخاطر ضاع يا ورع يا ليل يا ورع يا ورع أنا بضحك على سعد سعد أبو سعد نادري سعد الشهري بالله قل أحمد يبيك ضروري شليب بالله نادري قل الشماس سعد الشهري كف علينا جاك خصم أنت ايوه زعلان ضايق اثرت فيني مقطع اليوتيوب انت فين واحنا فين انا وانت مين مين جاي وقعك شعلومك عقب الخصم تشوفه بغى ينغم عليه تدري ايش يقول لي احمد احمد تدري ضحي ايش يقول لي يقول لي ريان اسمع يقول لي ريان انا متوتر تبي اعلمك عاد عدها ولا وش ولا نطت طمرتهم هذه اللي مين فضيحتي يعني بيض الله وجيهم ما قصر فطر اخوياهم جعلنا والله ما نعدمهم والله يا المعصوب اللي جاء اقسم بالله دبل دبل عسر طلع منك لا اله الا الله والله العظيم ما ردني اليوم غير يدي انت هلا انت بغيت تاكل يدي اليوم انت تحسبها فول لا انا ما لا لا انا ماني طامر امزح 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 طق طق غلط اللي يسوونه غلط يا سماد سماد يجيني يدي احمد والله باقي قريب احمد خلى حتى يفلح احمد وندي ها مقطع اليتيم ايش عنوانه؟ باليوتيوب وقف اليتيم عنوانه وقف اليتيم وقف اليتيم ولا باسم احمد الحي عاشقين الولا احبوا يلا حيوا سلام اهلا وسهلا وين علم؟ قسما بالله شريطي غنم جاي عجاني مع الراتب اي والله مسير علي يطلبك ها؟ اي مسير علي مع الراتب
ارحب وضيل يا وجه الله العيال وينهم؟ العيال وينهم؟ ليه المهم حولك يا رجل؟ تبين اعلمك؟ كله مضايق احمد يا تكفى يا احمد شيل بس تكفى يا احمد قهوه عزيز وينها؟ اخلص لا ما خلص جاب قرطاس ثاني انت ما احنا شرينا حماده ها؟ ما شريت ايش رايكم بكرك؟ حماده ما شريت ذيك اليوم اي والله زين كرك لكن انا تكلمت انا وريان قلت يعني خطا اللي سواه الشباب وكذا قال الا بيضرب وجيهم جابوا الفطور وفطروا خيام اي والله وجيهم انا صراحه انا صراحه افطرت نعم والله يا ضرب وعبيت بطني واستانست بس مالكم والله مالكم داعي انا اخوي كان منسدح بالمطبخ نايم ما حد صحيني حطينا لك شوي لقيت يا القوط اللي اعطيتك ما جاء يابس يابس لقيت الفول يابس انت اكلك يجي جاهز ينفتح كذا لقيت الفول يابس تبغى الصدق انا لقيت احمد رحيم حاط الكوب عند الباب طيب تبون الصدق تبون الصدق اضبطكم كرك الحين يعدل مزاجكم يا اخي بقهوه قهوه معينا وين قهوة رحيم تكفى يا احمد انا اوصي من هذا المنبر انا اتوقع زيد جابوا قهوه ولا جتني الحين نبغى قهوه بيشه قهوة ايش؟ قهوة بيشة لا بالله نبغي هرري 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 قهوة بيشة 2 كيلو فلاني 3 كيلو السكر وين السكر يا خربة؟ برهي شنو العذق نبغي سكر العذق حق المخلع نبغي سكر ما عندي والله السكر وين يا عبد الله سياف وين السكر؟ لا عطر عطر لا 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 تحط ايش بس عب سكر يا سكر بس يا رجال امسك سكر بني يا حبيبي يلا عطوا سكر من غرفة شنو مهدي يا عيال سايب سايب دوز عاد فيري حالات المجلس سياح سياح اجلس ارتاح بجلس طيب اجلس ارتاح اجيبكم سكر اجيبكم سكر يلا السالفة عند ريان توكل على الله يلا لا تجيبني سالفة تافهة لا بجيب لك ايش تبي قصه؟ عطنا اي شيء حمد شي. حمد اي غرفه اي غرفه غرفه ضيقه ضاحي ضاحي ضيع اول شيء اليوتيوب طال عمرك ضاحي ضاحي افتح وتلقاه تحت ضاحي ايه راح والله اني متكسر قسم بالله انا تعبان يعني ما عندك زين حيلك روح روح قهوه 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 طال عمرك الدنيا بخير اخلص يا خالد الله الله يقول لك هذا شايب من طال عمرك زمان مصي ولده متى؟ زمان زمان مصي ولده عرف طال عمرك المهم الرجال جاء قال لولده اباك تبني لي اباك تبني لك في كل قريه قصر ولا بيت كيف قال اباك من اللي فلوس قال كيف طاعت الوالدين لازم ما في قبل الحلال قال ما في الله الله راج الرجال طال عمركم راح ما لكم بالطويله راح طال عمركم راح عند الوادي الاول و صك البيت المهم صك البيت الأول ومن طال عمركم راح عند واحد طال عمره قال يا الربع أنا جيتكم من فيكم أنا رجال أنا بشتري معكم وبأبني أبوي موصيني كذا 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 الرجال يقول لا أبني اللي في كل بيت في كل قرية قصر ولا في كل وادي قصر جاء الرجال طال عمركم وراح وابن البيت الثالث والرابع يوم وصل عند الخامس طال عمرك يلقى الرجال وقال اقول لك وش عندك قال ابغى ابني لي قصر ليش قال والله ابويا يقول لا قال ما انت باني عندنا يا ابن الحلال تكفون قال ما انت باني عندنا داير طال عمركم وافلح وراح طال عمركم عند ابوه قال يا ابويا بنيت في القريه الفلانيه والوادي الفلاني والقريه الفلانيه والوادي الفلاني قال ايه بيض الله وجهك والله لا يهينك وانا لما جيت اقول لك شيء اعتبره في عقلك خذه على حكم الله الله طال عمركم المهم يوم جاء طال عمركم عند الرجال وقال عند ابوه قال ابوه انا لما قلت لك ابغاك تبني لي بيت ما ابغاك تبني لي بيت انت تسمع يا برحيم اسمعك عشان نسلح وانت قص قص ايه جاء طال عمركم وراح عند ريان عند ابوه قاعد شوف ثمانية مرات كل طال عمركم غير لا تجيب طال والله يا عيال اقسم بالله لا اراديا قسما بالله المهم طال عمرك يا ابو عبد الله احنا على ظهر سالفه والله انا على ظهر سالفه تنسدح والله تنسدح اني على ظهر سالفه واني اللي قايله قصه ومن اليوم انا لا خلصت ما عندي الا الخفايف المهم يقول هذا الشايب طال عمرك وصوا ابوه طال عمرك انه يروح يبني له قصر في كل وادي وفي كل بيت والرجال طال عمرك راح وراح المهم طال عمركم مالكم بالطويله اسمعوا انا تراني سهران يا عيال احمد ايش حنا بغيبه هنا ننشد وجاء عند ابوه
يوم قال لابوه طال عمرك انا بنيت في القريه الفلانيه والوادي الفلاني والقريه الفلانيه والوادي الفلاني. قال بيض راجك جمر حالك. لا كان رجال طال عمرك لي حكمه في الموضوع. قالوا ايش حكمتك يا ابوي؟ قال ما اعرف انا لما قلت لك ابني لك قصر ما ابغاك تبني لي قصر ولا بيت. ابغاك تبني لي معرفه مع رجال. لما تجي عند القريه الفلانيه تعرف على رجال منهم فكسب علاقه. روح عند الوادي الفلاني طال عمرك تلقى علاقه لانك يوم من الايام راح ترجع للقصر ذا اللي هي المعرفه ذي. طيب ايش قال المثل؟ قال ابن لك في كل ديره حصن. هذا كل يكون في كل ديره اخوه. ولد الشيخ هذا دلخ وانت ضيفه. يا عيال الرجال يقل. والله اني اقول سؤال. الله خوش مكان. انت حتى القصر. الجماعه ده معاه خمس بيوت. بما انكم باينين في كل ديره علاقه انت وانتم اهلها. سمعت مني؟ والله اني اقول صادق. الله يجمعكم ولا يفرقكم. امين يا رب. اخوي انا اللي جاهم خاصم. ندمانين على الخصم لكن ضايقتهم خطار. اما جيناهم ولا جبناهم هنا شوفهم جالسين هنا خلنا نضحك ونهرج ونزين وخلاص. طيب جيبهم. اخطوا خطا واعترفوا بخطاهم. خلاص اخطوا وخذوا قضاهم وانتهى خذوا عقاب. الرجل خطارهم شوي ضايق. انا بروح انادي. انا معك ابو عبد الله. خل نجيبهم ولا تهرجون في الموضوع المره. ضرشي وجع يا الربع. ضرشي وجع والله يا ضرشي وجع. جيبوهم جيبوهم جيبوهم. سدون عنا يا نشام. حمد يا اللي على طبقه وطبك وصل مريخي وادري مجاني. حمد يا اسمع لا تدف رجال تدف رجال لا قطع الحين. ايه عبود 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 انت شنبك عبود ايش تبي؟ عطرنا كاسات ما معطيك مثل ذي. ايش بلاك نبغي كاسات مثل انا لي 40 يوم لي 40 يوم اعطي وجه لي 41 يوم 41 وانا جاي سكربت كم؟ 40 41 تعبت وانا جامل تعبت 41 40 لا بارك الله بالكتمان. انت والله العظيم امسك موقف في فمك دقيقه دقيقه زر التشغيل تعبت جامل خلاص الواحد يشلح على دمه شوي انت وياه. ايش عنده؟ ايش عنده؟ والله يا الغلا يبينا شوي بس نبينا والله يا كرك والله يا كرك والله يا كرك والله يا كرك سويت الولد عمي والله انا حق ما يذاق الله يشفيك. اي والله ما يذاق ولا امدح الا مجامل تلت والله ايش كرك والله ما ينذاق والله ما ينذاق. اما سو كرك صح ولا تسوي والله انا يوم ما شفت وجههم يقول على ذكرك. عبود قم دوني جاي تلقاني انا تعبت الاداره ملوا مني كل شيء. ذا ما اللي فاتح ذا؟ هذا انت فاتح ذا؟ والله اني فتحت اثنين وحطيتها كلها بس. وذا ما اللي فاتحه؟ هذا والله ما ما اللي فاتحه انت ابو ضيف؟ هذا انا ما اشرب حليب انا رجال. يا رجال الامور طيبه طيبه جدا. عيش اللحظه يا عيال الامور طيبه والله. عبيد وينه؟ والله شوف حتى الشيء لا صار سوى له طعم على بذا الوجه والله ابليس. يا رجال انتم شيوخ ما يحتاج والله ما ودي ادعي عليك يا عيال. اي بالله في 100 سالي يا والله بس عيال فاهم جهزها بس برحيم يا ابوي يا تسي برحيم اقسم بالله برحيم. اجل يا ولد 7000 ما حد جات ذي الواقع كلها انت سويت قد حق قويه اليوم انت دخلت مجله كنس. اه بالشكل ابو علي جمل والله لا بدي تركم جمل ما عليه الخطا عرفت عرفت ذاك ضربه كحل سعد اني والله دالك ومغرفه المطالي مره وعلى ما فراق الوالي.